وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. لو ناسبت قدره آياته عظما، أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهم. أعيا الورى فهم معناه، فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة، وتكل الطرف من أمم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها، فإنما اتصلت من نوره بهم. فإنه شمس فضل يظهر، إنه شمس فضل هم كواكبها، يظهرن أنوارها للناس في الظلم. أكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحسن مشتمل بالبشر متسم. كالزهر في طرف، والبدر في شرف، والبحر في كرم، والدهر في همم. كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. كأنما اللؤلؤ المكنون من صدف في معدني منطق منه ومبتسم. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم. لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه، طوبى لمنتشق منه وملتثم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. برافو بابي صراحة. الإمام البوصيري رضي الله عنه في الكواكب الدرية في مدح خير البرية. نحن الآن في ويزبادن بألمانيا الاتحادية في اليوم 8 من شهر ديسمبر لعام 13 أو 13 بعد 2000 للميلاد. والمكان؟ ما قلت ويزبادن. لا، نيوربرغ. خلاص يبقى تقريبا نيوربرغ. خلاص مسموحة. شكرا شكرا. ولا عفوا. يلا نطلع نصعد ثاني. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر.